السلام عليكم، أنا اسمي هبة طحون، سائقة تروسيكل. يعني أنا بسوق تروسيكل، ببيع عليه شوية شباشب وشوية صنادل وشوية كاوتشات، بشتغل على التوك توك على التروسيكل ده أي حاجة. فسمعت مشكلة مصطفى. أنا يا مصطفى بقولك، أنا واحدة ست، رزق يوم بيومه، وما تعيطش وما تصعبش على حد عشان ما بقاش حد يحس باللي زينا. فانا ده الكلام ده طالع من قلبي بجد بجد، يعني صعب عليا كلامك، صعب عليا ان انت بتعيط، صعب عليا ان انت ما بتش تشوف بعينيك تشتغل وما تمدش ايدك لحد، صعب عليا حاجات كتير قوي فيك. سامحوني يا جماعه ان انا يعني بجد قلبي بجد مش قادر يستحمل ان في بني ادمين ما بقتش تعرف يعني تحس ببعض او يحسوا باللي زينا. فانا سائقة تروسيكل، انا بسوق تروسيكل، فانا ممكن يا مصطفى اوفر لك 1000 جنيه كل شهر من قوتي ومن قوت ابني ومن قوت ابويا وامي. ممكن اوفر لك كل شهر 1000 جنيه، وحياة المصحف ده انا ممكن اوفر لك في الشهر 1000 جنيه. فبالله عليكم نفس صوتي يوصل لمصطفى اللي هو يعني انضرب بالنار في عينيه واللي هو ما بقاش يشوف بيها. انا هوفر لك كل شهر من قوتي ومن قوت امي وابويا ومن قوت ابني، انا رزقي يوم بيوم، بس هقدر اوفر لك كل شهر 1000 جنيه ان شاء الله، حتى اوفره لك من قوت امي وابويا ومن قوت اخويا ومن قوت ابني ومن قوتي انا نفسي. فاللي يسمع الفيديو ده نفس صوتي يوصل لمصطفى، وحياة المصحف ده هوفر لك كل شهر 1000 جنيه عشان انا حاسة بيك، حاسة باللي انت فيه، عشان انا مر عليا الحاجات دي كلها. فانا بقول لك يا مصطفى، الدنيا لسه فيها خير ولسه فيها حاجات كتير حلوة، انا مش قادر اتكلم تاني ولا اقول اكتر من كده. فنفسي صوتي، صوت هبة طحون سائقة التروسيكل، يوصل لك يا مصطفى، وانا ان شاء الله ان شاء الله اوفر لك 1000 جنيه كل شهر. وده وعد قدام نفسي وقدام ربنا وقدام الدنيا كلها، اللي انا اوفر لك كل شهر 1000 جنيه. السلام عليكم.